الأستاذ عمرو أديب يقوم بدور المبرر. هو طبعا باقي الفيديو بيقول له أنت ما بتعتبرش إنك لما تكتب رأيك على تويتر إن أنت كده عندك حرية رأي. قال له لا، أنا بتكلم على مؤسسات الدولة، رأي تويتر ده بتاعنا، لكن التلفزيونات الدولة فين؟ وعلى فكرة يا عمرو والله كل فيديوهاتك اللي بتبرر ليها هذا القمع الحمد لله محفوظة، بس ما تطلعش بقى ساعتها اللي ان شاء الله اسال الله انها تكون قريبا وتقول ده كانوا مطلعين. فاكر انت اللفظ اللي قلته؟ ها؟ فاكر اللفظ اللي قلته؟ عشان بس بيبرر اصله، بيقول له اصل يعني ما عرفتش ترد. لو انا كنت رديت، انا المعلم من اكابر مجرميه، انا المعلم اقول لهم لا، ما احنا عندنا ناس بتكتب على تويتر وعلى فيس وعلى بتاع. تويتر على فيس، اما ليه يا نجم اتاخد ليه؟ اما عبد الناصر سلامه اتاخد ليه؟ ما هو انت برضه ما بتعرفش ترد، بس لو حد قاعد قدامك وعنده المساحه انه يجادلك ويحطك في الكورنر مش هتقدر تفتح بقك، لكن انت محمي بالدبابه. حتى الاستاذ عبد الله السناوي رغم زي ما انا متفق مع احمد المساحه اللي قالها، لكن انا عارف الحوار تم ازاي. اكيد الاستاذ عبد الله السناوي اتكلم مع عمرو اديب، وعمرو قال له قبل الحلقه احنا عايزين بس ما نغوطش قوي يا استاذ عبد الله، انت عارف الظروف وعارف الناس، ما تقطعش رقبتنا ما توديناش في ده. فبدا الاستاذ عبد الله بيختار الفاظه بعنايه وباعد تماما عن الانتقاد للمساحات، اتكلم في حتت في حتت صغيره وهو المسموح. واعتقد الاستاذ طارق العوضي لما نيجي الملف في الحبس الاحتياطي هجيب لكم كلام طارق العوضي تقريبا نفس الحكايه، اللي هو فكره بيتحسسوا الفاظهم. فانت اكابر مجرمين يا عمرو بتقول ان الناس بتكتب على تويتر، وانا اقول لك يا عمرو ان الناس اللي بتكتب على تويتر والفيس في السجن. سفير يحيى نجم في السجن، عبد الناصر سلامه في السجن، ايمن منصور ندى ورونا صوره يا جماعه اللي تعمدوا الان يطلعوا صور وهو مرمي على السلم، رئيس قسم الاذاعه والتلفزيون بكليه الاعلام في السجن عشان اللي كتبوا على الفيس يا حبيبي يا بتاع حريه الراي يا بتاع ما عرفتش ترد. ده الدكتور ايمن ندى وهو بالكلبشات وهاتوا لنا الصوره وهو مرمي على السلم. اهو ده الدكتور ايمن منصور ندى رئيس قسم الاذاعه والتلفزيون بكليه اعلام جامعه القاهره، كتب بوستات ضد الخشت. فالصفحات دي صفحات مؤيده للخشت بتنشر صور وبتقول له شفت اديك كتبت، مين اللي اتحبس؟ هي دي مصر يا عبله، هي دي مصر يا عبله. المتهم هو الجاني، المتهم اللي هو الخشت المفترض مش المتهم الحقيقي دلوقتي هو الجاني، لكن يا عيني اللي رايح يعمل بلاغ المبلغ اصبح هو المتهم ومرمي على السلم في صوره مهينه يتعمدوا تصويره وبعتها عشان يذلوه. فعشان بس يا استاذ عمرو تعرف انه برضه لو في مساحه للكلام هتبقى قد كده، لان الحق قوي والباطل ضعيف. انت قوي بالبندقيه اللي بتحميك، انت قوي بالرجاله اللي عارفين ان لو حد اتكلم قصادك هيحبسوه. فبس عشان ما تقوليش انت مش عارف ايه، لا مش عارف الضيفه مش ما عرفتش ترد، ده انت اللي بترد بقوه السلاح. تعالوا بقى اسمعوا وركز معايا الله يكرمك يا حاج عشان تعرف ان عمرو نفسه، شوفوا شوفوا هو عمود الخيمه بتاع النظام وهو اللي بيبرر لهم وهو اللي بيعمل لهم كل حاجه، بس لا يأمن على نفسه، عارف انه كلمه غلط من ضيف مش منه هتقطع رقبته. ركز بس في الجملة دي، الجملة دي مهمة جدا هعرضها لك ونرجع نقف عليها نسمع بعض. أنت شايف دقيقة واحدة بس؟ أنت شايف دقيقة واحدة يا أستاذ عبد الله؟ نعم. على رأي عبد الرحمن الشناوي قال لك حتى لا يلتف الكلام حبالا حول عنق. عشان احنا أنت شايف إنه كان في حرية في الرأي وقت مبارك أكتر من دلوقتي. نعم. واخد بالك؟ وأمد في عمر النظام. أنت شايف؟